كذلك الصحة النفسية. احنا دخلنا في كل تقريبا البيوت او كل الخيم الموجودة سواء كان في الشمال او غزة او الجنوب، عملنا جلسات دعم نفسي اهالي، دعم نفسي اطفال، فكنا بنسمع قصصهم، كنا نسمع مشاعرهم، كنا نسمع الالم اللي مروا فيه. في كتير ناس فقدت ذويهم، في ناس كتير فقدت احبائهم، ونعطيهم القدرة على انهم يعبروا عن مشاعرهم بشكل يريحهم من الالم اللي بمروا فيه. صوت القصف انه ما كانش يروح من بالنا، صوت الزنانه كثير عالي. لما كنا ننام ببيتنا كنا كثير خايفين ومش مطمنين في البيت، كنا نحاول انه نمرق في اي مكان امن، بس فيش مكان امن. اخذت الانشطه في فريق الهلال الاحمر، تمرين التنفسي، ولما بناخذ الشهيق والزفير، وانا لما اخذت هذه الانشطه كثير ارتحت. كل لما يضرب ضربة كنت أخاف، ضربوا ضهر جنبينا وتصابت في ركبتي. لما أجى فريق الصحة النفسية على المدرسة صرت أحس في شعور إنه كويس عشان بنلعب معاهم. كنا نسمع للسيدات كيف بمروا في الضغوطات النفسية اللي بمروا فيها، وكانت كتير عندهم قصص مؤثرة وقصص مؤلمة. لما كانوا بيطلعوا على الحلبات كيف الأم ما كانت تقدر تمسك ابنها، كان ابنها يستشهد قدام عينيها أو أخوها أو زوجها أو أحبابهم، ما كانوا يقدروا حتى يطلعوا عليهم أو ما كانوا حتى يقدروا يقدموا لهم أي مساعدة. إحنا كنا حاضرين في هذه اللحظات مع الأهالي وكنا نسمع كل القصص هذه المؤلمة. جينا هنا ما لقيناش مطرح، ما لقيناش مأوى، إنا دعم نفسي. وحكيت معهم حسيت حالي إني ارتحت شوية، كنت عن جد مضغوطة وبحكي كمان أخف الضغط. ضلينا برضو بالكبت وبالخوف لحد ما اجت الهلال الفلسطيني اللي اجانا هيك يرفع عنا وينفس معنا طاقتنا، وحسيت حالي اني يعني 60% طلعت من اللي جوايا. فقدوا المسعفين مجموعة من أصدقائهم، مروا في تجارب صعبة، مروا في تجارب مؤلمة، كنا نقدم لهم جلسات الدعم النفسي.